أهلا بكم. تلقى العراق ولو متأخرا دعما عربيا في حربه ضد تنظيم داعش وتوابعه التكفيرية، وبذلت الكويت جهدا خاصا في وصول هذا الدعم إلى بغداد بالتزامن مع اكتمال النصاب الحكومي بانضمام وزيري الدفاع والداخلية وتلاوة الأكراد يمين الولاء للعراق. وأعلن الوفد العربي برئاسة وزير الخارجية صباح الخالد أن أمن واستقرار العراق ركيزتان أساسيتان لاستقرار المنطقة العربية. الوفد العربي وبعد محادثاته مع المسؤولين العراقيين تأكد من أن العراق تخطى عنق الزجاجة وهو يسير نحو الأمام ولا يحتاج لقوات برية لا عربية ولا أمريكية، إنما يحتاج إلى تغطية جوية فعلية للجيش وقوات الحشد الشعبي الذي عزز وجوده في محيط مدينة تكريت وأحبط هجوما كبيرا على مصفاة بيجي وواصل قنصة تجمعات داعش في الأنبار والرمادي وحول بغداد، محققا إنجازات عسكرية على مرأى ومسمع من الوفد العربي. بحث وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري مع وفد الجامعة العربية تطورات الأوضاع في العراق والمنطقة، وخاصة في مجال مكافحة الإرهاب والحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي. واستقبل الجعفري الوفد الذي وصل إلى مطار بغداد صباح اليوم برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية الكويت صباح الخالد، ويضم وزير الخارجية والتعاون في الجمهورية الموريتانية أحمد ولد تكدي الذي ترأس بلاده الدورة الحالية لمجلس الجامعة، والأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي ونائبه أحمد بن حلي، حيث بحث معهم تطورات الأوضاع في العراق والمنطقة. وخلال مؤتمر صحفي عقد ببغداد جمعه بالعربي والخالد، شدد الجعفري على أن العراق لم يطلب دخول قوات برية عربية أو غربية إلى أراضيه، لافتا في الوقت ذاته إلى حاجة بلاده للدعم اللوجستي. العراق لم يطلب من أي دولة غير القوات المسلحة العراقية بممارسة شيء وحضور على الأرض العراقية غير القوات المسلحة العراقية، لا دولة عربية ولا أي دولة أخرى خارج الحوض العربي، وهذا الخطاب كان واضح في جدة وفي باريس وكذلك بالأمم المتحدة، وحتى في الرسالة التي حررتها وزارة الخارجية أكدت على نوع آخر من الإسناد دون أن يكون هناك قواعد أو قوات برية على الأرض، إسناد لوجستي، تسليح، معلومات استخبارية مهمة، غطاء جوي، تدريب، هذا كله ممكن يصير بالتنسيق بين العراق والدول الأخرى باستثناء دخول قوات برية على الأرض العراقية. بدوره أكد الخالد على تقديم الدول العربية لكل أنواع الدعم السياسي والمادي واللوجستي للعراق لمساعدته في حربه ضد الإرهاب. الدعم اللي بدأ في مؤتمر جدة في 11 سبتمبر كان لدعم الحكومة العراقية سياسياً وتقديم مساعدات إنسانية للشعب العراقي النازح من جراء الفظائع اللي ارتكبت على الأراضي العراقية، وهذا ما تم. كان هناك دعم سياسي لتواجد السفارات العربية في بغداد وهذا تم. في أيضا عندنا كيفية مساعدة العراق في الجماعات هذه وتسللها وانطلاقها من أراضي مجاورة إلى العراق، تمويل هذه الجماعات. ويسعى وفد الجامعة العربية من خلال زيارته التأكيد على التضامن مع العراق حكومة وشعبا ودعم جهودها التي تبذلها من أجل محاربة الإرهاب وإعادة الأمن والاستقرار فيه. كما التقى الوفد أيضا رئيس الجمهورية فؤاد معصوم ورئيس الوزراء حيدر العبادي ورئيس مجلس النواب سليم الجبوري وعدد من المسؤولين العراقيين. في السياق يزور رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي طهران غدا الاثنين للقاء كبار المسؤولين الإيرانيين في زيارة تهدف لتوحيد جهود المنطقة والعالم لمساعدة العراق في حربه ضد داعش، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في العديد من المجالات. وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد أكد أن الزيارة إلى بغداد اليوم تأتي تحت المظلة العربية لتقديم الدعم للعراق، وهي غير مرتبطة بالعلاقات الكويتية العراقية التي أكد أنها شهدت تطورا ملحوظا خلال الفترة الماضية. كما أشار الخالد إلى أن العاصمة العراقية بغداد ستستضيف نهاية العام الجاري اجتماعا للجنة العليا المشتركة بين البلدين الكويت والعراق. في العلاقات الكويتية العراقية اللي خلال السنتين الماضية أنجزت كثير من الملفات العالقة واستطعنا يعني التغلب عليها كثير، لكن اليوم أنا أرتدي قبعة عربية، الكويت تترأس القمة العربية بوفد عربي مشارك لدعم العراق في مواجهة هذه التحديات الخطيرة اللي لن تقتصر فقط على العراق ولكن علينا كلنا.
أن نقف متحدين لمواجهتها. سوف يكون لنا لقاء، وأعدكم بأن نهاية هذه السنة إذا كانت يعني ظروف معالي الأخ الدكتور إبراهيم الجعفري تسمح بأن تنعقد اللجنة العليا المشتركة في بغداد، سوف تتاح لنا مساحة واسعة من النقاط في مؤتمر الصحفي القادم للإجابة على كل تفاصيل العلاقة بين الكويت والعراق إن شاء الله.